نرحب بكم مشاهدينا متواجدين اليوم في رواق جامعة نيويورك في أبو ظبي لحضور معرض المؤقت الدائم. نتعرف أكثر على هذا المعرض، خلونا في هذا التقرير. رواق الفن هو المتحف الأكاديمي لجامعة نيويورك أبو ظبي، متحف على مستوى عالمي يقدم برامج متنوعة ومعارض فنية على مستوى فني عالمي، لها علاقة بسياق الفني والمشهد الفني في العالم وفي المنطقة. نحن الحين في معرض المؤقت الدائم، سابع معرض ينظم رواق الفن في جامعة نيويورك أبو ظبي. المعرض يعتبر معرض استعادي للفنانين ساندي هلال وأليساندرو باتي، وهم فنانين ومعماريين، أعمالهم لها علاقة في حالة وضع العمارة في العالم، ويعني علاقتها في مواضيع مختلفة منها موضوع اللجوء. طبعا ندعو الزوار انهم يشوفون هذا المعرض، يعتبر معرض مميز للفنانين ولنا في رواق الفن، اول معرض من نوعه نقدمه بهذه الطريقه. يشمل 7 اعمال تركيبيه باحجام ضخمه، وفي العديد من الابحاث اللي كانت وراء هذا المعرض، فندعو الزوار انهم يزورونه ويكتشفون معلومات اكثر عن المعرض. المعرض بعنوان المؤقت الدائم عبارة عن عرض لحياة لجوء طالت بالمخيمات الفلسطينية. دامت 70 سنة وين اللاجئ الفلسطيني كان عايش بالمخيم، ودايما بفكره أنه أنا تاني يوم رح أرجع على بلدي، تاني يوم رح أرجع على وطني وعقريتي. فهذا المعرض بده بتكلم مع كل حدا. أنا شخصيا بحس حالي إنسانة عايشة بالمؤقت الدائم، أنا عايشة حاليا بالسويد وبعرفش إذا رح أبقى عايشة بالسويد. أنا كنت عايشة بفلسطين وكان شعوري دايما أنه تاني يوم رح أترك فلسطين، لأنه ما كانش عندي الأوراق اللي بتخليني أقدر أعيش بفلسطين، أو الوثائق اللي بتخليني أنا وعائلتي نعيش بفلسطين. فهو عبارة عن معرض بخاطب كل من اليوم عايش حالة دائم، حالة مؤقت دائم، حتى لو كان غني عايش بفيلا. هاي الحالة ليست حالة تقتصد على الفقير، هي حالة بتجمع كتير منا بنفس الشعور، انه احنا اليوم عايشين حالة وين بكرة يمكن وضعنا يكون مختلف تماماً.